تمام يا فندم، ترتيب في الطابور. اقرا الاوامر. امر عمومي يراعى تشديد الرقابه واليقظه التامه اثناء الخدمه، وعلى جميع ضباط الصف والنوتيه ان تبليغ عن اي حادث اثناء فتره الدوريه، وذلك لوجود اخباريه عن تهريب مخدرات تقتضي من الجميع شده الانتباه واليقظه. بالامر الله والوطن. دوروا عاوزين يفكوا. تانجا 10 بعد كمان لحسن، لو قربنا ناحيتهم هيرموا البضاعة في البحر. مع الصفارة جوني بسرعة.
معلم بيومي، انا مش عارف نودي وشي منك فين، وحياه سيدي المرسي ابو العباس ما كنت نعرف ان اخوك. ولاني ما كنتش عاوز حد يعرف، من سنين وانا متبري منه. هو كان معاه ايه؟ كان معاه كوكايين وهرين كمان. الله يكرمه مطرح ما راح. يعني ما انت زعلان مني يا راجل؟ عيب، دي شغلتك وقمت بالواجب اللي عليك. الله يخرب بيت دكار وبيت اللي بيتاجروا فيه. روح يا شيخ، الله يعمر بيتك. الباقية في حياتك يا سيدي، حياتك الباقية. كان حقك نصحته انه يبعد عن الطريق ده. انا كنت بشوفه ولا اعرف انه موجود في اسكندرية بالكلية. غريبة، اتفضلت الفن من يومه وكلنا طاردينه ومتبرين منه من سنين. كل عيلة فيها كفوها. اتفضل، ده تصريح باستلام الجثة من المشرحة. انا استلمه؟ حد الله ما بيني وبين، ماليش شأن بيه. الحكومة تدفنه مطرح ما هي عاوزة، احنا استعوضنا ربنا فيه من زمان. سيبنا من الحكاية دي، خلينا في شغلنا. طلباتك يا معلم. ادي كشف بالعمال اللي عاوزين لهم تراخيص دخول. الو، مفتش فرقة عاوزني؟ صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الحكمدارية عايزة تقرير عن حادثة التهريب الأخيرة. تم إيه في التحقيق لحد دلوقتي؟ المتهم المقبوض عليه قال إنه هيعترف لوكيل النيابة بكل معلوماته عن العصابة اللي بيشتغل لحسابها. أدخل. والله عندنا أمل نتوصل عن طريق اعترافه لأخطر عصابة تهريب في البلد. وهو كذلك يا فندم. مع السلامة يا فندم. يترحل النيابة الساعة 10. حاضر يا فندم. دلوقتي الساعة 8. من دلوقتي لحد ما يوصل النيابة محدش يتصل بيه كليا. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. سيب لي الكشوفات دي نستوفاها، واخر نهار ابعت لي حد يستلم التراخيص. ممنون جدا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع عسكري، ده المتهم المقبوض عليه في قضيه تهريب الهرايين داخل ابايب. ايوه هو. هاتوا هنا سياده مساعد الحكم دار، عاوز يستجوب المتهم بنفسه قبل ما يتحول للنيابه. حضر الضابط جاي يستلمه، هاتوا. السلك بتاعك فين؟ تعال اركب. معلم عرفان. مرحبا. كنت فاكرنا هنسيبوك، رجالتنا نعرفوا نحموهم كويس. تاخد سيجارة؟ سمعت انك كنت هتعترف. اني وسيدي جابر ما فتحت بقى بكلمة. اني كمان ما صدقتش. عشان كده احنا خطفناك وجبناك هنا، عارف ليه؟ عارف، عشان اخيلكم ولازم تخلصوني. لا، قول له يا شوقي احنا خطفناه وجبناه هنا عشان ايه؟ قول له. شليه من شخصية الضابط قبل ما سلمه المتهم يا فندم. ده ضابط رتبته كبيرة، وادي رتبته يمكن حضرتك تعرفه. ازاي تسلم المتهم لأي واحد واقف قدام النيابة؟ يا فندم ده ضابط راكب عربية والسواق بتاعه عسكري. ادخل. يا فندم إشارة من مباحث المحافظة لسيادتك يا فندم. اديني سيادة المأمور. سيادة المأمور، جاتنا إشارة من مباحث المحافظة بتقول: ردا على إشارتكم رقم 6 بتاريخ أمس، نرجو العلم بأن جثة المتهم المذكور وجدت بجهة العملية وبها طعنة نافذة في القلب. لا يا فندم، عندنا أدلة تانية موجودة في الملف هتساعدنا على كشف العصابة. خلي بالك. حاضر.
نفس ما تثبت النار، ما تخافش من حاجه. ما تخافوش ازاي؟ يقول مكحوم جاب سيرتي في المحضر. انت يعني كنت استقريت المحضر؟ كل يا شيخ كل. اخ لو حد يقدر يسرق المحضر من جزوه القضيه. والله ده بعيد عن شنبك يا حيل. ابدا دي ممكن تتدبر، بس عاوز اصرف. الريس هيصرفه، ما يتاخروش. فرغالي اخو مرات الشاويش خميس يقدر ياثر عليه ويخليه يطش الدوسيه، لو بعثتوه بقرشين حلوين. انت تعرفه فرغالي ده؟ صاحب الروح بالروح. طب خلاص نكلمه لك المعلم عرفان في الموضوع ده. ابو سيدك. عيب يا راجل، اطمن. قول بقى سردينك. سرق لنا الحرز ومحضر التحقيق. مين؟ الشاويش خميس. اجري خد حته التلج وحطها على نفوخك من تحت. فرغالي يا اخو مراته هيتعهد لنا بكده، بس لو نعكموه حكمه كويسه. لو اديتني موس وقلت له مشيه على رقبتك رايح جاي ما اقبلش. ما هو من مصلحتنا نطوا الشاويش خميس تحت بطني. لو طلعنا هو مش هننفرد تاني. اصل فرغالي له سكه تانيه معاه، وفرغالي هو قاعد تحت. اقزل لي انت وانت هتشوف. اتكلمت معاه في حاجه؟ انا ما نغلطش يا معلم. انا موافق. شوف اما اقول لك. ايوه.
مشكلة. طب انزل انت دلوقتي. حاضر يا معلم. لا مؤاخذة. على ايه يا حلو؟ قطعت عليكم خلوتكم. لو كنت اعرف ان في حد هنا ما كنتش طلعت دلوقتي. احنا خلاص خلصنا كلام. كلام ايه اللي بتتكلموه في السر ده؟ كلام شغل. شغل؟ نفسي اعرف انت بتشتغل في ايه؟ ناقصك حاجة؟ طلبت شيء ولا جاش؟ ناقصني راحة فكري ودماغي، ناس داخلين، ناس خارجين، ودودة ووشوشة. بتتكلموا في ايه؟ بتتقابلوا في السر ليه؟ كل اعمال الكوميسيون اذا ما كانتش تتم في السر باظت. طب تسمح بقى من فضلك واحسانك تبقى تقابلهم في بيتك؟ على عين والراس. امرك يا جميل. بس اذا ما كنتش تزعل قوي كده. تعال هنا. على فين؟ حضرتك يا فرغالي يا اخويا. ولا لك عليا يمين، انا مبايع لولية حتتين الصيغه اللي كانوا في ايديها على القرشين اللي كانوا حيلتي لحد ما لميت لك ال 100 جنيه. جمعت لاني ده من يدك ليده. عارف يا فرغالي عارف، ريت كان ليك انت، كنا قادر عليك. وجب فلوس مظبوطين فرغالي، كلام سر ما يخرجش بره. ولا كاني سمعت حاجه، الدوسيه كانه في جيبك. جدع ده برضه عشم فيك يا فرغالي. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. شوف لك لعبة تانية غير نشان. أنا لازم نكون نشان جبريم عشان نطلع ظابط كبير، مش زيك شاويش بثلاث شرايط. أه يا ابن ال ابن أبوه. معلش يا ستي بهاء، معلش يا ستي، حقك عليا أنا. اتفضل فهمها. بيقول لك يعني ما تزعليش ولا مؤاخذة. اتفضل. مرحبا فرغالي. عافا معلوم. يعافي بدنك يا سي خميس. مرحبا ابو نسب. اهلا ابويا. شوف خالي جاب لي ايه. الله دي حلوه قوي. تعيش وتجيب يا فرغالي. ازيك يا راجل، وحشتنا. اهلا اهلا. ايه انت كله دي حاجه كده مفرحه بيها العيال. سطيت على مين؟ قول بالحق. ايه وانا وش كده؟ انت كده نفسه فجر. انا راجل كسيب لكن نحب نكسبه بنبه. خد دي عليه. اعمل بيها ايه واني حاسه مع غاز؟ ايوه عليك، مش ابي قد الخلق كده. فيش في الزوق غير الصمار. في كتير. طب شوف لنا بندقيه راس شخص. هنشري لك واحده النهارده يا عم، ما تورطش نفسك معاه، ده ما ينساش حاجه ابدا. الخير كتير. نفسي اعرف الخير ده جالك منين. منين؟ ايوه من الحداقه والفهلوه والشتاره. التلات حاجات دول لهم اسم واحد بس. ايه؟ النسب. بيتهيألك. لكن انا بنكسب الجني في غمضة عين. ماليوة اعمل لنا شاي على ما اتكلم مع جوزك كلمتين. تعال نتكلموا جوه. شفتوا خالكوا بيحبوكوا قد ايه؟ اللعبة من دول تساوي الشيء الفلاني. شايفينني ازاي يبقى كام؟ يبقى جنيهات. حاكم خالكوا يطلع القرش من عين العنتيل. يا ما نفسي اشوفك فالح زيه. لا يا ست انا مش هطلع فالح، هطلع ظابط عشان الناس يضربوا لي سلام على الصفين. سلام لاخوك يا بيت. يا شيخ قول كلام غير. اسمعني بس. اسمع ايه؟ 50 جنيه. ابدا عشان 50 جنيه. ايوه قول 500 تبقى مبلوعه، حاجه تخلي الواحد يقايس. تعالى جوه نتكلمه. اسمع بس. هما ادوك فلوس؟ ايوه. خدت كام؟ 50 جنيه اللي قلت لك عليهم. حته واحده يعني مش ممكن يدفع اكتر من كده ولا مليين. ما دام ما عندهمش غير كده هات بقى. حيلك. وده استنى معايا تجيب الدوسيه نسلموك بقيت حقك. عندك حق. هدي بقى الحداقه والفهلوه والشطاره. قول لي بقى هنسلموك فين؟
استناني عند رصيف الخشب جنب الجامع. هنستناك هناك. سلام عليكم. مع السلامة. الله، على فين؟ مش تستنى لما تشرب الشاي؟ اشربيه انت بدالي، انا عندي مشوار مهم. طب يا اخويا مع الف سلامة. سلامة حلو. هو كان عاوزك في ايه؟ في شغلانة هنكسبه منها ذهب بكره نقولك عليها. اشتغلي بقى بندقية رش بدل هتكسب ده. هنشتريهولك. ادي الدوسيه وادي حضرة الظابط. مكانك، اوعى تتحرك. عملتها يا خميس. الصنعة تحكم. اعمل ايه في الحداقة والفهلاوة فرغلي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لا عفيني، خد لك ازازة الزوزة. ولو اني مستعجل لكن هنقعدوا معاك خمسة. عندي خبر هيبسطك قوي. هات اخبارك الحلو. والله يبسطك. رقعتلك جماعة الابايب حتة مقلب نظيف سخن هيطلع من نفخهم. جماعة الابايب مين؟ اللي بيهربوا الكوكايين والهرايين في الابايب. لا شيخ، كانوا عاوزين يرشوني ويخلوني اسرق الحرز بتاع القضية وصدروا لك مراتي في الشغلانة الوسخة دي. وبعدين وعرفوا منه اسم الجماعة اللي رشوه؟ مش راضي يقول، مصمم على الانكار وهو مشرف جوه مقبوض عليه، لكن غصب عننا عينه هيقرب اللي عرفوا عنه. روح يا شيخ، الله يعمر بيتك. اهي دي تستاهل عليها كوباية شربات. كوباية شربات للشاويش خميس. شوف يا معلم، سبحان الله، زي ما تكون طيارات متشكلة مستر بحمام. سبحانه. حضرتك بتفتش على حمام مسروق؟ بنفتش على الكتكوت اللي كان رائد هنا. حسب الله. تعرفه؟ حسب الله. ابن مين ده؟ مفيش حد يا فندم. شرف معانا على الاسم. اني والحمام انجر قدامي، خلي الغلبة دي للتحقيق. طب ما تزوقش. جالك منين ده كله؟ ايه من خيرك؟ خير انا؟ انا حلت اللضا. يا اخويا ما تنكرش نعمة ربنا كده. انا شايفاك امبارح واخويا بيديلك الخمسين جنيه، رحت اشتريت دول على الحساب وكسيت لي ولاد. يا خبري سويت، ما سألتش روحك اخوك اداني الخمسين جنيه ليه؟ يمكن كان عطيها لك علشان شغلانة في الظهر ولا حاجة. واخوك بيشتغل ايه؟ اشتغل في كل حاجة يا اخوي، ده فهلاوي وصاحي. اه وحرامي. ما تقولش كده على اخوي. اخوك كان عاوز يرشيني بخمسين جنيه علشان يسرق له حرز قضية. وبعدين يا ندمتي عملت ايه؟ اتكلم. بلغت عنه واتقفش. ترمي اخويا في السجن. مش احسن ما ترمي انا؟ والصح برضه تحبسه قبل ما يجيب لي البندقية الرش. حرام عليك. اسكت انت يا ولد. نصحته كتير ووريته ان انا مش وشي كده، مش عاوز يصدق ان ايدي نظيفة. تقوم تغش وترميه، ده جزاته اللي حاسس بينا وفقرنا وعاوز يساعدنا. المساعد ربنا.
صحيح انا فقير واولادي محتاجين، واذا حد فينا عي ما بلاقيش حق الدواء، لكن ده رزقنا ونصيبنا لازم نعيش بيه. الحرام لو غنانا يوم حيضيعنا العمر كله. منك لله يا خميس، ده انا ماليش حد في الدنيا ابدا غيره. اخويا ترميه في السجن وتسجنه بيدك علشان يتربى، علشان يعرف ان الحداقه والفهلاوه والشطاره ما بينفعوش. الحرامي لازم يتسجن. كفايه بقى، انا اخويا لا حرامي ولا نصاب، انت اللي دبرتها علشان تبين شطارتك. انا طول عمري الراجل واخوكي هو اللي حرامي. كنت عاوزين اعمل ايه يا استهالي؟ اخد من اخوكي رشوه وتاني يوم اترمي في السجن؟ عاوزه جوزك يتحبس واخوكي لا؟ ما تتكلمي، سكت ليه؟ اسمعي، انا مش عاوزك تفتح الموضوع ده تاني ابدا، انت فاهمه؟ اخوكي حرامي وخد جزاءه، خلاص خلصنا. خلصت من العزومة جيت لك على الطوالي. ومين اللي كان عازمك؟ البوليس. وتخرج من هناك تيجي هنا؟ أحسن فرصة، على بال ما يخلصوا إجراءات المراقبة نكون إحنا اتفقنا على الشغل. هما خدوك من السكة؟ لا، من العشة. ومسكوا حسب الله؟ طار قبل ما يمسكوه. أوزي مظبوط. يا سلام، الناس اللي بنشتغل وياهم دول اشراف تمام، ميزانهم ما يقلش خردلة. ايوه، ما يطمعوش في اكتر من التمن الحراق. ان ما كانوش يكسبوا مكسب حراق، ايه اللي يخليهم يجازفوا؟ الشوية دول بورقة بمادة، يعني كل ست جواز حمام شايلين في رجليهم 10,000 جنيه، يعني 10,000 جنيه طايرين في الهواء. الاول يا معلم، مين اللي هياخد باله من برج الحمام بعد البوليس ما عارف سكتي؟ ايه دي؟ انت برضه، ما دام المخانه دي فاتت عليهم خلينا زي ما احنا. ايوه، لكن الواد خميس ما خايف منه خالص، لازم نشوف له طريقه. ايوه، صحيفه ثواب اتملت، قتل اخويا راشد وخلانا قتلنا واحد وهربنا واحد من رجالتنا وقصقص ريش فرغالي اللي حب يساعدنا وسحب البوليس لحد عشتك وقعد في سين وجيم. السين وجيم لسه حبالهم ممدودة بيني وبين البوليس. نلهيهم عنك بتحقيق تاني. يا سلام لو كان جناية قتل. نضبوها. Thank you.
مبروك على ايد القطه اتزالت واحد نفذ مندي كمان وكان هيقفش الواد فرج اللي رمى عليه البراميل ابن الابدسه ده بسبع ارواح الليله هيودع على ايد مين على ايدي انا وفي بيته وفي فشته وبعدين عملت ايه هنعمل ايه نهجم على القطر ولا ننط فوق العربيات وهي بتجري وقفت متكتف هو انتهزها فرصه وشال حس كده مش هيسيبوك لابد انهم يترصدوا لك تاني خليني بجاية ونمشي وغفح غفر الحاس ربنا يا ابني لسه بدري عليك لما تكبر يا ريت تسيبك من الشغلانة اللي يعلم ربنا بيها دي وتشوف لك اكل عيش من طريق تاني شوف مين عليهم ربنا يخليك ليهم ويخليك لي انت كمان شد حيلك امال الشد على الله انا هاخد العيال وانام في الاوضه التانيه وخليك انت مستريحه في الاوضه دي ده المعلم بيومي يا طيب يا اهلا 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 بك اهلا بالنور اهلا وسهلا اتفضل مساء الخير اهلا وسهلا اتفضل ايه اللي معاك دي دي بندقيه بندقيه ايه عجبك كده يا سيدي نرد نقول له ايه والله انا مكسوف اقول بندقية فيلا يا سيدي لا 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 فيلا ايه خد دي النبي قبل الهدية وانا قبلتها ايه دي بندقية رش برافو عليك كف ما عملتهاش انت عشان تطلع ناصح زي ابوك ايوه ابوك كان هيموت النهاردة تشرب شاي ولا قهوة حقك تسقينا شربات الف مبروك يا بطل انت سمعت امال ايه اللي جابني ما حبيناش نروح قبل ما نطمنوا عليك فيك الخير يا معلم بيومي تشكر هي البلد فيها كم خميس الناس تعشقه ايوه بيحبوني موت موتة تقصف رقابيهم المجرمين دول مش رجالة دول عرفتش غريمك مين انا ماليش عدوين يا معلم اللي عمل الشغلانة دي عصابة التهريب جماعة الابائيب الله ينعلهم في كل كتاب مش كفاية السم الهاري اللي بيهربوه ويبعوه وكمان قتلين قتلة يا سلام يا سلام الحمد لله ربنا سلم عن اذنك بقى نعمل لك كوباية شاي لحسن الجماعة تعبانين شوية تعال يا عليهم اللي بالك الميه ما تجري يا ولد نصلوا العشاء يا احسن وجب امرك نصلوا فين اتفضل جوه في اوضه تحصل لنا البركه ده انت اللي بركه يا خميس روح يا شيخ الله يعمر بيك اتفضل اتفضل يا عم بيومي تحب تتوضى الحمد لله طاهر طول عمرك طاهر عن اذنك بقى ما اشوف الشاي نامي بقى عايزه ايه بس مالها بسطه ودي يمكن عاوزه تنام جنبك تعالي يا بسطه تعالي خلي ابوك ايوه عليكي وعلى شكلك انت يا بنت صغيره تعمليها العملادي وبنت يا خميس نام على سريري في الاوضه الثانيه عملتيها برضو تعال تعال انا ما فيش حيل لا اقلب مراتب ولا اغير مليان Thank you.
حكيت البنت خلي واحد يعرف ينام. وبعدين بقى في الليلة دي يا بيت يا عالم الحقوني يا ناس انت يا عم احمد يا عم احمد انت يا ناس الحقوني يا عالم الحقوني يا عالم اصمت قتلت اصمت قتلت قتلوها العظيم. شد حيلك يا خميس. على الله. شد حيلك يا خميس. هي الخرصة اللي شافت القاتل ماتت؟ لا مصابة يا فندم في المستشفى. لكن دي تعبانة قوي يا فندم. الدكاترة منبهين مفيش أي حد يتصل بيها. وموقفين حرس قدام أوضتها. طبعا هي الدليل الوحيد ضد القاتل. ولو شافيته هتعرفها على طول. مسيرها تقوم وتدل عليه. شد حيلك يا خميس. على الله. شد حيلك يا خميس. كله على الله. الباقية في حياتك يا سي خميس. حياتك الباقية. اقعد يا اخويا استريح اقعد. نعمل ايه في حظنا؟ انكتب لنا. تعزيني ونعزيك. وازاي حصلت الحكاية دي؟ امر الله ونعم بالله. انت بس سبت سريرك ورحت فين بس؟ قمت قبل الحادثة بخمس دقايق. نمت في سريرك. شوف الحظ اجلها. ما تاخذنيش اللي اتاخرت عليك. كان بودي نيجو بدري لكن الظروف هي اللي اخرتني. طول عمرك راجل شهم يا معلم. تصبح على خير. مع السلامه. المهم دلوقتي تحب دم اختك يروح حضر؟
نعمله ايه واني محبوس؟ تقول اللي تعرفه وتتكلم. مين اداك الخمسين جنيه؟ قال اللي يقولك على دي. حسب الله، حسب الله هو اللي ادهم لي بيده. ما انت اعترفت بدي في التحقيق. المهم بيشتغل مع مين؟ ما نعرفش دي، لكن انا قابلته في عيشة فراخ عندي عرفان الفرارجي. يبقى عرفان لي سكة مع العصابة. ما نعلمش دي، لكن حسب الله بيقعد في الخمارة اللي بيقعد فيها عرفان. واسمها ايه الخمارة دي؟ اسمها خمارة بحري. خمارة بحري. ايوه يا ابو، احنا ناس على باب الله والناس بتيجي وتروح بنسميهم زباين. مجشر دستي يعني ما تعرفوش؟ جمبري طازه، جمبري جمبري جمبري. ولما جه بختنا جاي. طب قوم شوف شغلك قبل الناموس ده ما يزن ويقع عليه. اعمل لك همة. لا مؤاخذة يا فندي، الكرسي ده بتاعي. انا متأسف. ده مطرح انا. تسمح تقولي نقعده فين؟ مش ضروري تقعد. البدلة دي لها احترامها. ليك مزاج تشرب كاس سيبها في بيتكو والبس لك بنش. اجيب لك الزوزة. نجيب لك اني قهوة سادة؟ ظريف اوي. كلامك بينقط سم. تهوى. شوف لك دورية راجعة روح معاك. سيبه.
استنى عندك. راح فين؟ نزل ايدك. سيبه بقول لك. ما قلنا نزل ايدك. حش اللوح منك يا معلم. وشرف ام من عتقك. شايفين المعلم بيلحس البلاط. طلع عليك. سمع عليكم يا سامي. وشرف امه هو اللي موريه. ده مش ده من غيرها. شرف على امك يا سيدي. ما اعترفش بحاجه يا فندم. مدعي الانكار على طول ومفيش ضده اي دليل غير شهادتك. يعني شهادتي دي ما تخلوش تتحبس؟ ان كان على الحبس ما هو هيتحبس. احنا عاوزين نوصل للعصابة. يعني مش قادر يتكلم ابدا؟ خايف لا يقتلوه زي ما قتلوا زميله. والله يا فندم انا احترت خالص المسألة دي. دلوقتي احنا اتأكدنا ان عرفان متصل بالمهربين وهنزود المراقبة عليه هو والبت نزهة اللي ماشي معاها. يا صاحب بعتني خليت انا غالي. يا صاحب بعتني خلي الثمن غالي وعلي ساري وخلي لي شرف غالي. شرفك مخلي مركبك عالي. قولي لأولادك خلوني على حالي أولى ما أنزلهم وأنذرلهم أحالي. قولي لكن شايلين عالي. شايف زباين المحل؟ ايوه زباين تكركب البطن نص المحل مخبرين. لسه ايه الجرى كله استريد يا جمبري 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 جمبري. عاوز حاجة يا زلعلي؟ لا مؤاخذة أنا كنت بدور على المحل ال محل ايه؟ لقيت اللي بتدور عليه. في حاجة حطوه جوه الدولاب. انت جيت امتى؟ مفيش حاجة عندك تتشرب؟ خمارة مليانة. ما تنزل تشرب تحت عشان تتفرج على السحن والاشكال الدايرة تلف جواه. اذا حد سألك مرة تانية على حاجة قولي له ما نعرفش. من غير توصية يا اخوي. انا نعرف حاجة نقولها. عشان كده ما كنتش بنحب نتكلمه معاكي. انا ليا كلمتين. كلمتين؟ ايه هما؟ يا تتجوزني يا تسيبني. انزلي تحت الشغل عايزك. الحال ده مبقاش يعجبني. ولا انا. بنشقى وناكل لقمتي بعرقي، لزوم هي نتبهدل بين الناس وده يبص لي وده يراقبني زي ما نكون مشبوهه ولا اجرام. اعملي نفسك مش واخده بالك منهم. ما هو لو مسكوك انا هنعص منك وبتحت تملى البلد كلها. ويمسكوني ليه؟ انا عارفه. امال بيراقبوك ليه؟
معاد نمرتي قرب. ايه اللي طلعي؟ كمش انزلي. مانيش نازلة. ولا عشان خاطري؟ مانيش نازلة. خلص عليا وريحني. يا عجيب. نطلعوله. ما انت ساعده خليك في حالك. يوه يا ما نفسي بس ارجعه كف واحد. كف مين؟ كل عيش وانت ساكت. انزلي شوفي شغلك. كنت شاطر على السواحل اللي كففك التراب. امشي انجري. تراب البلاط مش كفايه عليه. انا حنسففه تراب الطرب. بكره تشوفي. تسمح بقى تفطر وتتوكل على المدرسه؟ حطيت ليمون. ما عندناش ليمون يا عليهو. ايه يا حبيبتي عاوزه ايه؟ اشرب. حاضر. على بال لما نفطر ركب لنا زهر القميص. حاضر. ما في زرار؟ هو مش موجود؟ لا مش موجود. خلاص يبقى وقع. طب وهجيب لك زرار منين دلوقتي؟ هو الدكان اللي على الامه ما فتحش؟ لا لسه ما فتحش، لسه بدري. استني يا حبيبتي بس ما اخلص من اخوك. استني شويه. هتعيالك. هتعيها ليه يا ابني بس؟ سخنه ووشها مزغلط. هتعلمني الحاجات دي كمان؟ يا ساتر يا رب. لو كنت خاصة هنا كنت عملت لها حقنه. قلنا الخرسه في المستشفى لسه ما لسه ما خرجتش. ماني عارف. انا بقول لك لو كانت هنا. اعمل لك هم بقى بلاش غلب. عندها لك ست حجيجه تشوفها. يا ابني الدنيا لسه صبح وكل واحد وراه مصالحه. نامت؟ يلا اتفضل. كتب ايه؟ يلا. صباح الخير يا استاذ خديجه. صباح النور يا اخويا. النبي البيت التعبانه شويه بيشوفيها. ما تخافش يا اخويا، هنشوفوها ونعملوا لها اللازم. روح شغلك. الله يعينك. ما نتحرمش منك، بس ابقي شقري عليها. حاضر. يلا يا ريس خميس، التلفون عايزك. الو ريس خميس. ايوه يا فندم. البقيه في حياتك، بنتك بطه ماتت. ايه؟ الو 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 الو. بطة بطة يا حبيبتي تعال تعال. ما تعرفيش مين اللي كلمني في التليفون يا استاذ خديجة؟ مفيش حد يا اخويا. عجيبة، امال مين اللي كلمني؟ يا خبر اسود، البندقية رحت في داهية. خد البنت يا استاذ خديجة. البندقية البندقية. أنه عندما كان متعينا في الخدمة أهمل في المحافظة على سلاحه الميري وتسبب في ضياعه. حلو. ويفصلوه من الخدمة؟ مفيش كلام يا فندي. ارميها له في المية. الله حلوة. خش الطابور.
الصبور. اتفضل حضرات الضباط. اقرا الحكم. اجراءات المجلس العسكري المركزي المنعقد تجاه بولكلي بامر السيد مدير عام مصلحه السواحل والمصايد وحرس الجمارك لمحاكمه رقم 311 رئيس نوتي خميس ابو سيف. فندم. من قوه قسم سواحل ميناء اسكندريه نظير الادعاءات الاتيه. الادعاء الاول تركه نقطه حراسته وذلك انه بجهه ميناء الاسكندريه في 1/5/1955 ترك نقطه حراسته المعين بها بدون اذن. الادعاء الثاني افقاده سلاحه اهمالا وذلك انه بنفس الجهه والتاريخ المذكورين في الادعاء الاول اهمل في المحافظه على بندقيته مما تسبب عنه سرقتها. اعتراف المتهم. وقد اعترف المتهم بانه غير مذنب في الادعاءات المقامه عليه ولكن المجلس وجد انه مذنب في الادعاء الاول والثاني المقامين عليه. الحب حرس الداخل بر بيلان له. المجلس يحكم على المحبوس 312 رئيس نوتي خميس ابو سيف. افندم. اولا بعزله الى درجه نفر. ثانيا بطرده من خدمه مصلحه السواحل وقد توقع الحكم في يوم 7/5/1955 وتصدق على قرار المجلس وحكمه من السيد مدير عام مصلحه السواحل والمصايد وحرس الجمارك. تمام يا فندم الحكم. تفضلوا حضرات الضباط. حرس سلام فرش. ايوه يا فندم. شد حيلك يا ريس خميس. ربنا عالم انه مظلوم. معلش. سلام عليكم. سلام عليكم. مع السلامة. ايه اللي حصل يابا؟ يعني اللي سمعته صحيح؟ سمعت ايه؟ قالوا انك سرقت سريقة. والله هربت تهريبة عشان كده رفضوك. انت تصدق ان ابوك يعمل حاجة زي دي؟ لا لا. ده كل اللي يهمني انك تعرف ان ابوك راجل شريف. ما تخافش عليه. بكره ربنا هيظهر الحقيقه. واديني قلعت لهم بدله المير اللي كانت حيشاني عنهم. اديني فضيت لهم. انت تستاهل اكتر من كده يا خميس. انت راجل وخيرك علينا. اشتغل يا ابني اشتغل. يا واد بطل شعوة انت راجل خلاني في ايدوك. قول يا
عشان ما يخيطش. ليه بس كده يا مؤذي؟ حرام عليك. ولا الحمام دي عاجبني، استطل منه على قد ما تقدر على منجولك. حاضر. خلصت بدري يعني؟ بدري من عمرك، دول عمري نستبشروا بيك، وقعوا في ايدي. مين دول؟ النصحين اللي بيهربوا الكوكايين في رجلين الحمام. اللي بيهربوا الكوكايين في رجلين الحمام؟ ايوه، الوضع اللي هو ابني اصطاد حمامه بالبندقيه اللي جبتها له. حمامة مين؟ من اللي بيطير فوق المينا، لقيت في رجليها انبوبة مليانة كوكايين. وعملت فيها ايه؟ وديتها القسم، والبوليس هيدويها وهيطيروها عشان يعرفوا بتحط فين. ايه رأيك بقى يا عم؟ ده انت جن يا خميس. ولسه انا مخلي الواد ابن عليه ويتربص للحمام، واي واحد هيتشوفها نشي على طول كمان. اه. روح يا شيخ الله يعمر بيتك. لا يا ريس لا، كمل. انا مش عايز اشوف لها اصلا، هي والارض حته واحده. كمل. مش الزفت ده رفدناه وقلنا خلصنا منه، وبرضه ورانا. انت نسيت عليه وابنه كمان؟ صدني بندقيتي وقطع الخط الجوي اللي ما قدرش يقطعه انا بالمخدرات بحاله. ولد نبيه خسرته. شفقان عليه؟ خسرته انه مش معانا. قصدك ايه؟ مش فاهم. عيب يا عرفان. فهم. ايه رأيك؟ دي بقى معلم فكرة مدهشة. قرب يا عليو. نعم يا حضرة الناظر. كل المدرسين بيشكروا فيك وبيقولوا انك ولد شجاع، صحيح كده؟ ايوه يا حضرة الناظر. عايزين نشوف شجاعتك النهارده لما تلاحظ ابوك وتواسيه وتخليه يحس انك مش خايف عليه. ابويا ماله يا حضرة الناظر؟ حادثه بسيطه قوي، هتلاقيه بخير. روح شوفه، عندك اجازه النهارده. حصل ايه؟ قول لي طمني. لا يا ابني بخير، مفيش حاجه، ما تخافش، هتشوفه دلوقتي. السلام عليكم يا حضرة الناظر. ابويا اولا ما تخافش دلوقتي، تشوف ابوك. ابويا فين؟ ابوك اتسقى مات. انت مش بتقول معين هو فين؟ ايوه يا ولد، عيان ووديناه المستشفى. انا عاوز ابويا. طول بالك، ما تخافش، ادينا رايح نجيبهولك. تعال هنا، انا عاوز ابويا. خليك هنا، قلنا ما تخافش. خلي بالك منه، لو عمل حاجه وضبه. عاوز ابويا. هجيب لك ابوك، بس تعالى. عاوز ابويا. يا عاوز ابويا. تشتبه في حد معين يكون خطف ابنك؟ اشتبه في عرفان ورجالته اللي دايما يسهروا معاه في خمارة بحر. عندك اقوال تانية؟ ما عنديش يا حضرة الظابط، ما عنديش غيره. ده ابني وحبيبي وصاحبي، ماليش غيره في الدنيا. ده يتيم يا حضرة الظابط. اطمن، الاجراءات هتتم بمنتهى السرعة. حضرة ظابط المباحث هيقوم يعاين. اطمئن يا ريس. الله يخليه. فاتتك حاجة مهمة. ايه هي؟ كنت اشتريت بندقية تانية للسبع الصغير عشان يصطاد بيها الخنفس اللي في سجنه. ما فاتتنيش دي، لكن بقى لقيتها ما هياش نافعة. ليه؟ اصل الواد عينيه دغششت من كتر العياط. انت مش قصيت عليه الواد لاشح؟ الاسطى
ماسك له الخزرانة طول النهار وقاعد يضرب فيه، كل ما يعيط يقول له خلي ابوك الشاويش خميس ينفعك. لا اشرح، ده ابن جنية. ايوه عفريت قوي. انما احنا هنشتغل امتى يا معلم؟ ها؟ ما توصل لساعات الجمرك. فكرة الساعات دي فينو قوي يا معلمي. على فكرة انا وني ساعتك الا ساعتي واقفة. مليانة؟ القسطة ملانة. ايه؟ انت صاحي؟ لا الجمبري هو اللي صاحي. الفريسكي الصاحي. اهلا وسهلا، يلزم خدمة؟ عندنا امر بالتفتيش. حضرتكم من بتوع مصلحة الانتاج؟ ما بندورش عن خمرة مغشوشة، بندور على الواد اللي خطفته. واد؟ انا خطفت واد؟ ليه؟ رأيه ولا سكينة؟ البيت قدامك اهو، فتشوه تاني. خدوه بره في البوكس. استنى عندك، فهمني الحكايه ايه قبل. الله يلا المسألة ايه، ما تفهموني. يلا على البوكس. اوعى انت مالك يا معلم، اوعى ايدك دي. اوعى تتحرك. مسكينه ليه؟ عشان خطف الولد من الشاويش. مش عرفك. سمعت من شويه متكلم مرجان وعرفت انهم حابسين الولد بيت الاشوح. والعمل؟ احنا مالنا؟ البوليس يعرف خلاصه معاهم. الشمس ده صعبان عليا قوي. وانا برضو صعبان عليا. ما هو مدام البوليس خد خبر يبقى هيقتلوا الواد. واحنا مالنا يا ستي؟ انت ما تعملش شيء لله. اللي خلصوه تعرف بيت الاشوح؟ عارفه ودايسه الف مره. طب واذا الاشوح اترازل علينا تقدر عليه؟ اقدر عليه، نقدر على ابوه. يلا بينا. يلا بينا. ايوه المعلم ونص. في واحدة مستنياك بره. طب ما تخليها تيجي. اصلها بتنكسف. انا ما بنكسفش، بس ما نقدرش نسيب المطرح. ما مش مستنيها بعيد، دي هنا. نشوفها. خلي بالك من الباب قوي. انا الاشوح، عايزة حاجة مدامة. ايوه رقبتي. انا عايزه غير رقبتك. انا ما بتاكلش ليه يا يا ترى؟ انت فين يا ابني؟ حليوة بعتك تساومين على ابني. يوه سيب ايدي عشان نعرف نكلمك. انت انا هناخد اجلك، انت جيتي لي هنا برجليك. ده انا جايبه لك خبر حلو عشان ابنك. خلاص ما بقناش ناكل من النمر دي، شبعنا منها. افهم مني كويس. ولا الجن الازرق هياخدك من هنا. يا ريت. لا يا شيخه، شغل الخمامير ده ما يخشش عليا انا ابدا. انا سكت لكم كتير، لكن جه دوري علشان انتقم من عرفان ورجالته. انا في عرضك ما اجيبليش سيره عرفان. حلوه دي، تكونيش يا وليه فاكراني ده عصافير. وحياة سيدي موسى ابن عباس، انا بكره عرفان زي ما بتكرهه اكتر. لو كنتيش حرمه كنت فصلتك. فين ابني؟ اتكلمي فين يا حليوه؟ حليوه حليوه. ابويا ابويا. حليوه ابني حبيبي. ازيك يا ابويا؟ عرفت ازاي؟ هي اللي هربتني، هي والراجل الزفر ده. هي الراجل الزفر ده وجابت لي اكل في السكه وقعدت تبص فيا زي ما تكون امي. تمام. يعني مكسوف منك. حصل خير،
عندك حق تشك فيا. دراعك بيوجعك؟ مش قوي. حقك عليا، انا نستاهل كسر ايدي. بعد الشر. نشربوا بقى شربات حلاوة الولد. ايه يا برضو واجب. ما تضيعش وقتك، لازم تبلغ البوليس. معلش المرة دي نسامحوه. بقى يعذبك انت وابنك وتسامحه؟ دي مش ثابت قلب يا استنوزها، دي ترقيدة للمعلم عرفان. خطف الولد ياخد فيه 3 أشهر، دول ما يشفوش غليلي. المخدرات توديه تأبيدة. مخدرات؟ هو بيتاجر في المخدرات؟ ده انت على نيتك قوي. قوي قوي، دي طيبة قوي وعبيطة قوي وحلوة قوي. لكن ايه اللي خلاك تهربي عليوة مع ان عرفان راجلك؟ ده انا عايشة معاه غصب عني، عايز اخلص منه النهاردة قبل بكرة. ما بتحبوش، ما بتقبلوش. خلاص، يبقى مصلحتنا واحدة، انت اللي تقدري تساعديني علشان يسلموه للبوليس. اتفقنا. كانت يا ولد الحمد لله. معرفتيش تفتحي ده؟ ده درج مسحور مليان خيرات. الواحدة من دول تساوي 100 جنيه دهب احمر. ملك ايديكي. الحاجات دي لازم تتشال من هنا حالا. اني حرامي لا سمح الله؟ نشيلوا حاجات ما نملكوهاش ازاي؟ ما تملكهاش؟ امال مين صاحب الحاجات دي؟ صاحبة البيت، صاحبة الشأن. بتقول ايه؟ بنقول ان مغرم صبابة. بنيجي نزور نبوس الايادي والخدود وناخدوا بعضينا ونروحوا. لا نعرفه كوكايين ولا قرايين. اسمع اما اقول لك، يا تشيل الحاجات دي من هنا نبلغ البوليس. ها؟ قلت ايه حكيماني ما سمعتش؟ انا ما نوديش نفسي في داهيه عشان خاطرك. سيبها عندي ليه يا اخي؟ ما تاخدها في بيتك. وناخدوها في بيتي ليه؟ ونتحبسوا لوحدي ليه؟ طول ما احنا حبايب يا نعيشوا سوا يا ناخدوها تأبيدة سوا. انا مش هنسكت عليك، هبلغ البوليس. بقك ينفتح بكلمة واحدة هنقطعه خبرك. أنا هوديك في داهية. رجلك مش هتخطي باب الشارع. من هنا ورايح مفيش شغل. هنقفلوا عليك الباب بالمفتاح ومش هتخرج أبدا، أنت فاهمة؟ بوليس. خبير! خبير! في مصيبة. ربها وهيعذبها وهيموتها. اعمل معروف خلصها وخلصناني كمان. هخلصها واخلص عليه. نهايته قال لي عاوز دست الجندفلي. جبت له دست الجندفلي. قال لي دست الجمبري. قشرت له دست الجمبري. اسمع علي، انا مش عاوز حد ابدا يقطع عليا. اطمن. خش انت شوف شغلك. تعالى. واحدة ست عاوزة حضرتك بره. حلوة. سفيرة عزيزة. بالاذن يا معلمي. يلا علي. جمبري جمبري. ايوه يا معلمي صنيورة. فين هي يا علي؟ على غسل يما يا معلمي. تشكر. لو جاع وكلوه. ايه بتاع البحر، ايه ده انا بقول لك. ده مؤاخذة، الكرسي ده بتاعي عندي. اتفضل. ايه الحكايه؟ حاسب يا اخينا انت، ده المعلم. سيبوهم الاتنين بيتكلموا سوا يعرفوا خلاص. تشرب ايه؟ ما عاوز اشرب من دمك. خطفت ابني وحرقت قلبي عليه.
وكان أوله جمعة لولا المدارس ما عملوا من علوم جمعة. الجمبري ايه الصاحي بتاع البحر؟ يعني مفيش عركة ولا حاجة؟ صحتك اشرب. انا هشرب من دم ده، انا هوديك في داهيه. انت توديني لما الحكومه تمشي. انت بتروح ليه؟ مالك يا جدع؟ اصلي مبسوط شويه. ما تقول لهم يمشوا بقى. والله زمان يا حبايبي. يا حبايب يا اخي، بقول لك في عكه جوه. كنا جوه يا فندي. انت مش سامع؟ دول شاربين وغاصين، سيبهم في حالهم. عليك قبل ما اسلمك. طب امال مين؟ اتكلم. مشاني مشاني مشاني. اتكلم، مين اللي قتل مراتي؟ اللي قتل مراتك؟ قول. اللي قتل مراتك؟ اتكلم. يبقى لازم من هنا. دي حيطة سد، مش ممكن. ادخل.
احنا متاسفين لحجزك 4 ايام على ذمه التحقيق لغايه ما جالنا افراج النيابه. متشكر يا فندم، لكن مفيش اي دليل ضد القاتل. التحقيق لغايه دلوقتي ما اثبتش حاجه، لكن عشمنا كبير في الوصول للقاتل. على الله، يعني دلوقتي اقدر اروح؟ اتفضل. شكر. يعني لو كان اجله طال شويه كنت عرفت مين اللي قتل مراتي. مش يمكن الواد عرفان ده كان بيضحك عليك ويكون هو اللي قتلها؟ لا يا معلم، انا متاكد ان اللي قتل عرفان هو اللي قتل مراتي. يبقى احسن لك تبعد عن سكته يا خميس يا ابني، ده باين عليه قتل قتلة. مسيرة وصل له برضه وانا وراه والزمن طويل. ما تخربش على روحك، انسى الحكايه دي وسيب ربنا يخلص لك منه. ونعم بالله. على فكرة يا معلم، الواد ابن عليوة نجح في الامتحان وعاملين له قعدة كده صغيرة على التايه، والأنس ما بيحلاش إلا بوجودك. وأنا نتأخر؟ ده عليوة زي ابني تمام. روح يا شيخ، الله يعمر بيتك. تعب نفسك وشايلها ليه؟ نازليها. لا لا وانا مالي. تعالي يا بطه تعالي. لا سيبها هي مبسوطه كده. طبعا تنبسط غصب عن عينين ابوها. مش خايف ابوها يسمعك؟ يتفلق بعد الشر. غني والنبي تغني. انا نغني لك يا حلوه؟ تعالي معايا. يلا يلا حلوه، يلا بقى خليكوا حدقين. انا ليا طلب عنك. عملت لك مياس هتاكل وراها صوابعك. لا 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 لا، الموضوع مش موضوع اكل. عاوزني اغني لك؟ اكتر من كده. يا خبر، يا ترى ايه؟ انا مش عاوزك تروح الخماره دي تاني ابدا. وهو انا هنعتبها تاني؟ براو براو عليك. في حاجه كمان. لا ده انت طلباتك كترت قوي. ابا ابا، كلمت الفوق اللي هيجوا؟ كله خلصت يا استاذ. مفيش منك وشاف ام. فوقت ايه اللي كلمتهم؟ اصل بقى يا ستي نجح وعاملين له ليله لله. الف مبروك. الله يبارك فيكي. يعني هيجي صحيح يابا؟ امال هو انا ليه بركه الا انت؟ روح العب مع اختك. روح
احنا كنا بنتكلموا في ايه؟ الله يجازيك يا وادي عليوه. كنت بتقول ان لك طلب تاني. ايوه يا ستي، الطلب التاني انك تقعدي هنا معانا على طول. اديك شايف العيال متعلقين بيك قد ايه. الموضوع ده عاوز شويه تفكير. وليه تشغلي بالك وتفكري؟ ما انت شايف البنت بتحبك قد ايه. اشوف ينوبك سواء فيهم وفي انا كمان. طب اديني شويه وقت وبعدين اقول لك. خدوا حريتك، انا مش قصدي ان الموضوع ده النهارده ولا بكره. لا انا لسه قدامي شغلانه لازم نخلصوها. شغلانه ايه؟ لازم نعرفوا مين اللي قتل ام عليوه. يا خساره، كان خلاص عرفان هيقول لك على اسمه. مثلنا برضو هنعرفوه. اهلا 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 وسهلا. انا مين؟ دي الوليه الخرصه اللي شافت القاتل. اهلا وسهلا. اتفضلي استريحي، اتفضلي. اهلا وسهلا. بتقول ايه يا ولد؟ بتقول بعد ما خرجت من المستشفى خدوها على الكراكون. وبعدين؟ وبعدين؟ جابولها ناس كتير على ايديهم رسم زي اللي على ايد الراجل اللي ضربها بالسكين. ما استعرفتش عن حد منهم. يا خسارة. بتقول عاوزة تروح عشان تستريح. مع السلامة. مع السلامة. هل نور قد ضاءتنا واستنار واستنار بمولد الهادي وطاب القرار وطاب القرار هل نور قد ضاءتنا واستنار بمولد الهادي يا مرحبا يا مرحبا. وسهلا. عقبال ما تبارك لك على الوظيفة يا سي خلوف. ده علشانك عليو. مفيش كتر خيرك يا ولا؟ كتر خيرك يا عمي. على ايه؟ دي حاجة مش قد مقامك. شربات يا ولا، اتفضل جوه معاك. هوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سلام عليكم. سلام عليكم. على قلبي المسارة والفرح. اعملي واحد شربات وحلاوته زيادة وطلعي المعلم. المعلم جابني بسكليتة. المعلم بيومي؟ وجابني بندقية قبل كده، بيحبني زي ابنه تمام. لما استني استني انا ليا اسناني الحلو ده يا عليوه. الشربات ده نشربه يوم فرحك. تشكر يا معلم. نعمل قهوه دي معقوله؟ ساده يا عليوه. هوا. لما بنا اهو ساده المعلم. هي بتسمع. ما شربش الشربات لما اصل حضنه في اسنانه مخلقه من حلوه ايديه وكتير. ربنا يشفيك. كمان عليك بتحبه قوي. قهوه خالصه؟ تعالي معايا وانا اشاورلك عليك. المنام. باص يا سلام. مش ده مش ده. عقبال الشهاده الكبيره كده ان شاء الله. اتفضل يا معلم. نتجوز كده بعزك ونفرح وننبسط كده بالمره. I'm a guy.
لا مؤاخذه يا معلم، اصل الوليه دي مخها تعبان شويه. لا ابدا ما فيش حاجه، لكن انا مش فاهم عملت كده ليه. لازم فهمت انك ايه شاورت لها كده ولا كده؟ ما حكم دول مخهم ضيق شويه. جايز برضك، عن اذنك بقى. والله يا معلم انا مكسوف منك قوي. يا راجل ما تقولش الكلام ده. سلام عليكم. الف مبروك يا علي والف مبروك يا ابني. مع السلامه. الله يبارك فيك. انت بتقول ايه يا واد انت؟ ده لسه جايب لك العجله. وانا اللي بقول، يبقى انا اللي بتقول ما كانش هو قتل امي تطلع تقعها. يمكن صحيح يا سي خميس. صحيح يا استنوزها، ده راجل يعرف ربنا، ده بيصلي فرض الفرض وما بيسيبش السبحه ابدا من ايده، انا اعرفه من 10 سنين. ويجرى ايه بس لو تفوت على بهانه وتستفهم منها؟ بقى اكدب نفسي واصدق الوليه المجنونه دي؟ انت واد بتخرف امها قوم. خلاص ما عادش متدخلك في حاجه تاني، قوم يا بت. ده كلام ده؟ المعلم بيومي. علشان خاطري فوت على بهانه واستفهم منها. حاضر يا ست، هفوت عليها الصبح. المعلم بيومي قال. فين يا معلم؟ والله يا ابني نسيتها في البيت. ليه؟ لا ولا حاجة، أصلي لمتها لك. نويت أصلي ركعتين لله. الله أكبر. لا لا لا، ده أنا عاملها قبل منك. قرية خميس، مش ده المكان نتحاسب فيه؟ تعال معايا بره. اما اني كنت مغفل بشكل، دخلت علي امور المشيخه بتاعتك ولبستها زي الكردل، لكن اديك وقعت زي الرك. الله ينجيك يا معلم بيومي. ان شاء الله مش هينجيه طول ما انا ماسكه. لله يا معلم، هنعطيكوا ازاي وانا متكتف كده؟ والنبي تسيبه يا خميس. اسيبه؟ ده انا ما صدقت اني مسكته. الله ينصرك على بني عليك. ما نصرنا وخلاص. ده خايف ما نهربوا منك. هاني، ده انت لو طرت في السما هنجيبوك. اتفضل اديله. كتف كده يا خميس. خلاص يا سيدي، اديته الحسنة. الحمد لله. روح يا شيخ، إلهي يخرب بيتك.
هنيك يا ريس خميس. تعال عودتك للخدمة وظهور براءتك، وإن شاء الله تكون قدوة حسنة لزملائك. متشكر يا فندم. تسمح يا فندم؟ أفندم. بس نشوف الجماعة. اتفضل. تمام يا فندم.